مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حوار مفتوح. يمكن النهاردة أول يوم بنغير ميعاد البرنامج، يكون من الساعة 1:30 نظرا لظروف إن يوم الجمعة بقى الحظر مستمر من الساعة 7، ما بنقدرش نقدم البرنامج في وجود جمهور معانا في الاستوديو. في البداية برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بجمهور اللي حاضر معانا، بشكركم على حضوركم. معلش يمكن جبناكم الصبح النهاردة، ولكن ظروف الحظر بتخلينا نقدر نغير البرنامج عشان يناسب الكل. اهلا بيكم، وبنرحب بنيافة الانبا بشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسه دميانة بالبراري. مساء الخير يا سيد. اهلا استاذ هاني. اهلا بنيافتك سيدنا. وكنا بدانا من عده حلقات موضوع هل نحن نعبد ثلاثه الهه، وكنا بنتكلم عن الاقانيم الثلاثه. يمكن بدانا بقنوم الاب، ولكن الايات اللي بدانا فيها في انجيل يوحنا بدات تدخل في باقي الاقانيم، ما اخذناش الاب لوحده. فايه راي نيافتك؟ هو طبعا احنا كنا نقصد نتكلم عن بعد ما اتكلمنا عن الثالوث وعن وحدانيه الله، وان احنا بنعبد اله واحد مثلث الاقانيم دي في الحلقات الاولانيه في المرحله دي، بس بتاعنا نتكلم عن الاب. فاحنا بنجيب الايات اللي بتتكلم عن الاب، خصوصا انجيل يوحنا كان بيرد ذكر الابن ضمنا، لانه بيتكلم عن كلمه الاب وابي. وايضا بدا في الاصحاحات قرب الاخيره من انجيل يوحنا بدا المسيح يتكلم عن الاب وعن الروح القدس وعن الابن برضه، يعني بيتكلم عن علاقه الروح القدس بالاب وبيه هو. فعشان كده يعني احنا مش هنقدر نتجاهل ان احنا اتكلمنا ضمنا عن الابن وعن الروح القدس واحنا بنتكلم عن اقنوم الاب، لكن ده ما يمنعش ان احنا نبقى نخصص حلقه ولا واحده لكل اقنوم من الاقنوم الاقانيم اللي باقيه اللي هي الابن والروح القدس يعني. لكن ضمنا احنا اتكلمنا كتير قوي في الموضوع. طيب يعني نقدر نقول برضو للساده المشاهدين ان احنا ممكن نستقبل الاسئله عن الثلاث اقانيم، ما نستناش لما نبدا في اقنوم الابن والروح القدس، ممكن نستقبل. طبعا اصل احنا من الاول بنتكلم عن الثالوث وازاي ان احنا بنعبد اله واحد مثلث الاقانيم. تمام. احنا يمكن وقفنا سيدنا الحلقه اللي فاتت في انجيل يوحنا، كانت اخر ايه معانا المره فاتت يوحنا 15:6. النهارده بنبدا بيوحنا 16 العدد 2 و3. الايه بتقول سيخرجونكم من المجامع، بل تاتي ساعه فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله، وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا يعرفونني. ولا عرفوني. هو الحقيقة انتوا سامعين ولا نعليه شوية؟ سامعين؟ الحقيقة ان الآية دي طبعا فيها اشارة الى معرفة الاب، الآية لان هي رقم 2 و3 ايتين يعني، فلكن هي برضو بتاخدنا في اتجاه ليه مثلا اليهود المسيح بيقول هيجي وقت يظنوا فيه ان اللي يقتلكوا كمسيحيين كأنه يقدم خدمة لله. يعني هي بداية الاضطهادات اللي جت على الكنيسة كانت الكنيسة نشأت في أورشليم القدس، والاضطهادات اللي جت على الكنيسة بعد صلب المسيح وقيامته وحلول الروح القدس كانت من مجمع اليهود ومن القيادات اليهودية اللي كانوا بيصطدموا بالسيد المسيح قبل ما يصعد للسماء، وابتدوا يسموا المسيحية الطريق، يعني ان بيعتبروا ان دي فرع كده اللي هم ليهم اعتراضات شديدة عليه يعني. ولذلك الحكاية صعدت قوي في محاكمة استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء اللي انتهت برجمه،
بقرار من مجمع اليهودي، واللي كان بيحرس ثياب الراجمين كان هو شاول الطرسوسي اللي هو فريسي ابن فريسي، وتعلم على يدي غملائيل معلم الناموس، وكان من سبط بنيامين من أسباط إسرائيل الاثنى عشر. بولس الرسول هو شاول الطرسوسي، وده بقى بعد كده أنشط كارز في المسيحية. فالعبارة اللي بتستوقفنا شوية هنا، ليه بيقول السيد المسيح تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله؟ ما هو شاول الطرسوسي وهو بيضطهد المسيحيين كان بيجر رجال ونساء إلى السجن، وكانوا بيقتلوا وابتدوا بقتل استفانوس، وكان أخذ جوابات من رؤساء الكهنة ومسافر دمشق على الحصنة معاه مجموعة عشان يتعقب المسيحيين كمان في دمشق، مش مكفيه في منطقة اليهودية في ذلك الوقت. فإذا كان حاسس ان هو من منطلق غيرته على الديانة اليهودية بيعمل خدمة ربنا انه بيقتل المسيحيين. بس طبعا في حاجات ما نقدرش نتجاهلها، يعني مثلا لما استفانوس كان بيترجم قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وشاول سمع العبارة دي. ففي حاجات ربما كانت بتثير انتباه المتعصبين من اليهود اللي زي شاول ده، لكن برضو ما قدرش يتلامس بصورة واضحة مع حقيقة المسيحية إلا لما ظهر له المسيح في ظهور سماوي في طريقه إلى دمشق، لدرجة أن النور اللي شافه عينيه اتعمت مؤقتا يعني. وبعد كده حنانيا أسقف دمشق صلى عليه فشفيت عينيه وعمده ووضع عليه اليد وكده، ده كانت بداية بقى أنه بقى مسيحي يعني. وحتى ساعتها كان لسه التلاميذ ما اسمهمش مسيحيين، يعني دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا لما راح بولس الرسول بقى بعد كده مع برنابا اللي هو خال القديس ماري مرقس برنابا الرسول، وراحوا ابتدوا يبشروا في أنطاكيا، ودعي المسيحيين التلاميذ أولا مسيحيين في أنطاكيا. فأنا بقول هو بقى مسيحي في دمشق، كان لسه ما فيش حاجة اسمها كلمة مسيحي، كانوا بيسموهم الطريق، ده كان اللقب. يعني كل كان من يؤمن بالمسيح حتى في عهد السيد المسيح، قرب المايك شوية، كل من يؤمن بالمسيح في عهد السيد المسيح كان يسمى بالطريق وليس يسمى مسيحي. لا 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 لا، ده أنا بتكلم بعد صعود المسيح للسماء، لكن أيام السيد المسيح كانوا يقولوا أن دول تلاميذ الناصري، تلاميذ الناصري، وكانت الناصرة بيقولوا عنها أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، لأن دي ناصرة الجليل اللي كانت اختلطت بالأمم وكده. فكانوا اليهود بيعتبروا أن الناس اللي من منطقة الجليل دول يعني إسرائيليين من الدرجة الثانية يعني، وكانت اللغة بتاعتهم فيها اختلاف، فلذلك قالوا البطرس انت من الجليل لان لغتك باينه، ساعة ما قالوا له انت كنت مع يسوع وانكر. اللي انا عايز اقوله هنا، ليه بيقول يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله؟ دي مهمة نفهمها. زي مثلا اليهود بيبقوا متضايقين جدا ان المسيحيين كانوا بيقولوا انه ذبيحة الصليب هي ذبيحة الفداء، وما فيش ما يلزم بعد كده من ذبائح الحيوانات، السيران والتيوس والخرفان والحاجات دي. فيقولوا فين مجد الهيكل بتاع اليهود؟
الهيكل اللي بتقدم فيه الذبائح هيضيع؟ بيقولوا ذبيحة الصليب هي الذبيحة الحقيقية. طب هي مش ضد الفكرة، مش ضد الديانة اليهودية الحقيقية، مش ضد الديانة، لكن ضد الكيان، الكيان اللي هم متصورينه ان هو ده اللي لازم يستمر الى ما لا النهاية. طب ما ذبيحة ابينا ابراهيم كانت رمز لذبيحة الفداء، ذبيحة الصليب، والذبائح الحيوانية دي كلها كانت رمز، اللي قال عنها بولس الرسول ظل الأمور العتيدة. وحتى في المزمور مكتوب بذبيحة وتقدمة لم تصر، مكتوب عني في درج الكتاب، ده المسيح بلسان الابن، يعني المسيح المتجسد، الابن المتجسد، بذبيحة وتقدمة لم تصر لكن هيأت لي جسدا، جسد اللي هو جسد الخدم العذراء واتصلب بيه، مكتوب عني في درج الكتاب. يعني حتى في المزمور مكتوب كده، نفس العبارة كده، ها أنا ذا أجيء لأصنع مشيئتك يا الله، أخبر باسمك إخواتي في وسط الجماعة أسبحك. طب ما هو بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر لكن هيأت لي جسدا، أخبر باسمك إخواتي، يبقى اللي بيتكلم ده بيتكلم بصفة انه عنده طبيعة بشرية، لانه بيقول اخواتي، مش حيوان لا مؤاخذة يعني. فبدام بيقول لم تصر بالذبائح وهيأت لي جسدا، يبقى ده انسانية المسيح اللي بسببها بتجسده صار ابنا للانسان وحسب انسانا، بس هو مش انسان تأله، هو اله تجسد يعني. طب ما عندهم كلام واضح، هيأت لي جسد. طيب ولما يقول اقسم الرب ولن يندم انت كاهن للابد على رتبة ملك صادق، طب ما معنى كده لو كان بالكهنوت اللاوي بتاع هارون كمال لما طلب موضع لاخر، طب ليه في كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق اذا كان الكهنوت الهاروني هو اللي بيقدم الذبائح الحيوانية؟ يبقى في كهنوت تاني على رتبة ملك صادق، البولس الرسول شرحها في رسالته للعبرانيين بالتفصيل. اللي عايز اقوله عشان الحاضرين والمشاهدين ما يتهوش مننا، ان واحد خلاص اتبرمج على حاجة انه بيقدم جدي في الهيكل عشان ياخد مغفرة خطايا، فواحد يجي يقول له الغفران الخطايا هو بدم المسيح، بيتشقلب له كيانه. لكن هي في الحقيقة ده هي النبوات أكدت على كده، وأكدت على مجيء الخلاص. و يعني لما في أشعياء النبي يقول هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. يهوه اللي هو اسم الله الخصوصي صار لي خلاصا، اللي هي يهوه يهوشوع اللي هي يسوع، يعني يهوى خلص. دي أشعياء، سفر أشعياء الأصحاح 12 الآيات 1 و2 و3، كملتها فتستلقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، دي إشارة للروح القدس بقى. هو بيبتديها بحديث مع الآب في الآية الأولانية، لأنه بيقول له أحمدك يا رب إذا ارتد غضبك علي فتعزيني، يعني في مصالحة. وبعدين لأن يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا، ده عن تجسد الإبن. وبعدين فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، ده على مياه النعمة بتاعت الروح القدس. فثلاث آيات ورا بعض بتتكلم عن الثالوث في عملية الخلاص. وبقى مش هنخلص لو قعدنا نتكلم عن الآيات اللي بتشير إلى صلب المسيح. ثقبوا يدي ورجلي، اقتسموا ثيابي بينهم على لباس القرى، مزمور 22، أشعياء 53، كشاة سيق إلى الذبح، ها، والرب وضع عليه اسم جميعنا وجعل نفسه ذبيحة اسم، شفع في المذنبين. يعني الكلام كله
بيؤكد انه في خلاص جاي عن طريق ذبيحة. بيقول رجل اوجاع ومختبر الحزن، وبعدين بيقول كشات سيق الى الذبح، وبعدين يقول ايه انه حمل خطايا كثيرين وشفع في المذنبين. طب ما هو واضح اهو انه ده هو الذبيحة الحقيقية. المشكلة ان عقلهم مقفول، اليهود كانوا مش قادرين يفهموا التطور اللي حصل بمجيء المخلص. ايه التطور؟ مش الغاء للديانة اليهودية اطلاقا، الديانة اليهودية الحقيقية تتحقق في شخص السيد المسيح. فقال لك بقى راح مجد الهيكل، راحت الذبائح، وكمان الختان اللي علامة اللي ربنا ادها لابراهيم ابينا، ويقول لك المعمودية بدل الختان. طب ما المعمودية ختان القلب بالروح، ومواضيع كبيرة قوي طبعا ابتدوا يقولوا لا لا لا. وبعدين خد فوق دي بقى كمان انه ايه، ابتدى يبقى في حديث عن الثالوث. المسيحية بتقول ان المسيح ابن الله. طب ما في سفر الامثال بيقول مين صعد للسماوات ونزل، مين ثبت اطراف الارض. وبعدين بيقول ايه في الاصحاح 30 الايه 4، ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. طب ما بيسالهم اهو ربنا نفسه بيقول لهم في الاسفار بتاعتهم مين اللي ثبت اطراف الارض، اسمه ايه واسم ابنه ايه. اذا كنت تعرف اسمه الاب واسم ابنه يسوع. النقطة لما ابتدوا المسيحيين يكلموا عن ان المسيح ابن الله، اليهود هاجوا عليه. طب لما بيقول في المزمور الرب قال لي انا ابني انا اليوم ولدتك، وبيقول من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، يبقى زعلانين ليه؟ ما هو دي مش اسفارهم هم دي اللي بتقول الكلام ده. لكن ال 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 تسرعهم في الحكم على الامور. هنا بقى ايه اللي حصل؟ يقول لك بيقولوا اب وابن وروح قدس، ازاي الكلام ده؟ ويقولوا ان المسيح هو الذبيحة الحقيقية، ويضيع مجد اسرائيل والهيكل وهكذا. طب ما في سفر ايوب بيقول روح الله صنعني ونسمة القدير احيتني. روح الله صنعني يعني روح القدس خالق. طيب زعلانين ليه يعني لما بيقولوا المسيحيين ان الاب والابن والروح القدس اله واحد؟ فابتدوا بقى يقول لك لا ده خروج على الديانة، مع ان هو تحقيق الديانة اليهودية مش خروج عليها اطلاقا. ودي اهم نقطة لازم نكون يعني لقطنها، ان هو تحقيق صادق لان شهادة يسوع هي روح النبوة. ولغاية النهاردة المفروض اليهود يراجعوا نفسه، هم رافضين المسيح ليه لغاية النهاردة؟ ما إيه؟ لما تيجي الواحد يهودي النهاردة، وكلمة يهودي مش معناها انه يهودي حقيقي لانه هو رفض الديانة الحقيقية، هو يهودي اسما دلوقتي بقى، فتقول له المزمور 22 اهو بيقول ثقبوا يدي ورجلي، المزمور ده داود النبي اللي بيقول، تسأله في حد صخب ايدين المسيح ورجليه؟ هيقول لك لا. يقول لك طب بيتكلم عن مين؟ هنا بقى الموقف هو ان هم بيفتكروا ان هم بيقدموا خدمة لربنا، انه بيحافظوا على الديانة الاصلية بتاعت موسى النبي. طب ما المسيح قال لهم موسى كتب عني، فزي اذا كنتوا مش مصدقين كلام موسى ازاي هتصدقوا كلامي؟ طب هم حجتهم ايه سيدنا في رفض السيد المسيح؟ يعني المفروض ان كل اللي احنا بنقوله ده تكمله للشريعه او لل كل ما ورد في الاسفار المقدسه بتاعتهم.
واحنا نفسنا معترفين بالاصفار دي ما رفضناهاش، بالعكس ده احنا بنعتبرها انه المسيحية مبنية على اساس سابق، مبنيين على اساس الرسل والانبياء، الانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. هو الفكرة ان هما بيبقى تصورهم مادي في بعض الامور، يعني مثلا عايزين المسيح يرجع مجد مملكة سليمان الملك مثلا، مملكة داود، فعايزين ملك ارضي عنده جيوش وعنده حاجات وبتاعه ويرجع مجد مملكة اسرائيل، مملكتي ليست من هذا العالم، الكلام ده ما عجبهمش. في وقت من الاوقات حبوا يعملوه ملك فاختفى ما مكنهمش، يعني عايز اقول لو كان وافق كان الوضع هيختلف. فهم حبهم للعالم، حبهم للارضيات، عايزين يحاربوا الرومان ويطردوهم، فقالوا ده بيقول احبوا اعدائكم، ده هيخرب البلد نخلص عليه. ما قالها قيافة وقالوها المجمع قبل ما يصلبوا المسيح بفترة صغيرة، أول مرة اجتمع المجمع وأصدر القرار بقتل المسيح أول مرة، ودي كانت بعد إقامة لعازر من الأموات وقبل صلب المسيح بأيام، غير المحاكمة بقى اللي في ليلة صلبه. قالوا إذا احنا سبنا يسوع الناصري ده كده هيجوا الرومان ياخدوا أمتنا، يعني يقصدوا إنه الرومان الاستعمار بتاعهم ده هيتمكن ويتغلغل، لأن هم كانوا بيجهزوا ثورة ضد الرومان، ثورة مسلحة. فبيقول أحبوا أعداءكم، فقالوا ده هيضيع البلد. فوقف قيافة رئيس الكهنة وقال ينبغي أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة بأسرها، يعني لما نقتل يسوع يبقى ننقذ مملكة إسرائيل. وهو مش فاهم إن الله هو ملك إسرائيل الحقيقي، وإن المسيح هو ملك إسرائيل غصب عنهم وملك على خشبة الصليب كمان، وصعد على السماء وجلس على عرشه السماوي. فاللي حاصل انه كانت واضحة خالص بقى، يعني الحكم بالاعدام في المجمع حجيته كانت ان الرومان هياخدوا البلد فيبقى نخلص منه. عشان ايه؟ عشان بيقول احب اعدائكم. لكن هل معنى كده ان السيد المسيح يشجع الاستعمار؟ طبعا لا، بدليل ان لما المسيحية انتشرت بعد كده وصلت لغاية الأباطرة الرومان وبقوا مسيحيين، فما عادوش بيعاملوا الناس اللي موجودين في الأراضي المقدسة كعبيد، بالعكس ده كنيسة القيامة في القدس تخش فيها تلاقي الأباطرة حاطين جواهر وذهب وحاجات حوالين الأيقونات في منتهى الفخامة وغالية جدا، يعني ال- 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 الأباطرة نفسهم لما هرقل مثلا، ولو انه احنا يعني ده كان بعد الانشقاق بس يعني هي كمثل، لما الفرس خدوا الصليب ورجعوا، وبالمناسبة النهاردة عيد الصليب، فدخل بيه كنيسة القيامة قلع لبسه الملكي ولبس جلابية بيضة ومشي حافي وشال الصليب على كتفه ودخل بيه لما رجعه، ولو ان هرقل ده مش تبع كنيستنا يعني كان بعد الانشقاق، لكن انا بحكي يعني شوف الى قد ايه الاباطرة بعد كده كانوا بيحترموا. يعني المسيح ما كانش لو قبلوا رسالته ما كانش هيضيع
بلد، لكن كان هيخلي من خلال رسالة السلام والحب الأباطرة نفسهم يجوا ياخدوا بركة من الأماكن دي، ياخدوا بركة مش يزلوها. فانتصار، بس مش انتصار. هم عملوا الحرب دي سنة 70 ميلادية، فقال لهم تيتوس ابن الامبراطور في روما بجيش وهد الهيكل وما خلاش حجر على حجر سوا بالارض. يبقى هم استفادوا ايه؟ ودمر وهدم البيوت والناس جواها، ودمر اورشليم، والثوره بتاعتهم العسكريه اللي بسببها صلبوا المسيح راحت على ما فيش. لكن لو كانوا سمعوا كلامه، ده مكتوب عن أورشليم تمشي شعوب المخلصين بنورها، ويأتي ملوك الأرض بمجدهم وكرامتهم إليها. حضرتك معايا في العبارة دي؟ تمشي شعوب المخلصين بنورها، ويأتي ملوك الأرض بمجدهم وكرامتهم إليها. دي أورشليم، أورشليم بمجد كنيسة القيامة، بمجد قبر المسيح، بمجد خشبة الصليب نفسها. دلوقتي للأسف الصليب اتوزع في بلاد كتيرة. لما البابا شنودة ربنا ينعم نفسه راح النمسا، رحنا زرنا دير الصليب، فلقينا عندهم جزء من خشبة الصليب قد ده كده محطوط في مقصورة، والدير كله معمول عشانها، وعاملينه الأباطرة طبعا بتوع الغرب يعني. فقدس البابا مسكها وقبلها وحطها تاني، واحنا كنا وياه. يعني عايز اقول الملوك بقوا يتهافتوا على اي حتة من خشبة الصليب، ويبنوا عليها أديرة وكنايس وحاجات. يمشي شعوب المخلصين بنورها، ويأتي ملوك الأرض بمجدهم وكرامتهم إليها. دي رسالة المسيح اللي اليهود رفضوها، وكانت النتيجة انهم لغاية النهاردة ما عندهمش ذبائح، حوالي 2000 سنة لغاية النهاردة ما عندهمش الهيكل. وطبعا ربنا مش عايزه ان هو يتبني، لان السيد المسيح قال لا يترك حجر على حجر لا ينقض. اما بقى العباره بتاعت لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني، طب ما هم اليهود المفروض ان هم عارفين اله ابراهيم، فليه بيقول لم يعرفوا الاب؟ هم عارفين اله ابراهيم ان ده الاله الخالق اللي عايز يقيم مجد مملكه اسرائيل الارضي، الاله اللي على مزاجهم، لكن ما هواش اب، يعني ملوش ابن. الابن هو الكلمة، يعني مولود روحيا قبل كل الظهور. فهم مش قابلين انه يبقى اب، مش فاهمين عقيدة الثالوث. فبيقول لم يعرفوا الاب، يعني ما عرفوش ان اله ابراهيم اللي هم متصورين ان هم عارفينه ان هو اب، منه يولد الابن ومنه ينبثق الروح القدس. ودي ترجعنا تاني لبداية الحلقات بتاعت المرحلة دي، اللي هي كلامنا عن هل نعبد ثلاثة آلهة أم إله واحد، وبعدين وكيف تم الفداء. ولكن في الآية دي سيدنا برضو في تساؤل، في جزئية بتقول يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. هل الله ممكن تبقى خدمته بقتل الناس؟ ما هو أصل هما اليهود لما كانوا بيقتلوا المسيحيين عايزين يمنعوا انتشار فكرة ان ذبيحة الصليب هي بدل ذبائح الهيكل بتاعهم، وعايزين يمنعوا فكرة ان الله له ابن تجسد وافتدى العالم. فهم بيحسوا ان هم بيمنعوا ما هو في نظرهم كفر. حتى منع كفر بقتل الكافر؟ لا، ما هو أصل بص، العهد القديم
كان مفيش الولادة الجديدة بالمعمودية، فربنا كان بيدي أوامر إن الناس ممكن تحافظ على ديانتها بالحرب. يعني إزاي؟ يعني شعب إسرائيل كانوا بيحاربوا، لما يجوا مثلا الوثنيين يحاولوا يخشوا عندهم يحاربوا، لما هم نفسهم جم من مصر حاربوا الكنعانيين وخدوا الـ 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 الأراضي بتاعتهم وسكنوا فيها. يبقى إذن فكرة اليهود إن هم ممكن يدافعوا عن العقيدة بتاعتهم عن طريق القتل، عن طريق السيف، كانت في نظرهم إن دي خدمة لله. لكن المسيح لما جه عشان يصالح البشرية مع الله ويصالح البشر مع البشر، فقال طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. المسيح جاي عشان يمنع إن الإنسان يستخدم أي وسيلة فيها عنف عشان ينادي بالحق. ليه؟ لأنه اعطاهم قوة الروح القدس للرسل، فقال لهم ها أنا أرسلكم كحملان في وسط ذئاب، هيدبحوكوا، الدم بتاعكوا نفسه هيبقى هو اللي هيروي شجرة الإيمان. وبكده تعليم المسيح إذا احترمت تبقى هي دي المسيحية الحقيقية. أنا أقصد ان احنا نرفض فكرة الحرب المقدسة في المسيحية. يعني الحروب الصليبية البابا شنودة قال دي ما نسمهاش حروب صليبية. جه ريتشارد قلب الاسد قال ايه عشان يحرر بيت المقدس، وجايب الصلبان على الدروع بتاعت العساكر. فالبابا شنودة قال الصليب ليس علامة الأعداء بل هو علامة الفداء. احنا نسميها حرب الفرنجة، واحنا كأقباط مسيحيين في مصر رفضنا الحروب الصليبية. ايه يعني يحرر بيت المقدس ولا ما يحررش؟ ما يحرر نفسه من جوه ويلتزم بوصايا السيد المسيح. يطلع ايه ريتشارد قلب الأسد ده عشان يقول ان هو مسيحي بهذه الصورة؟ دعار على المسيحية. لازم العالم كله يعرف ان احنا كمسيحيين في مصر رفضنا الحروب الصليبية شكلا وموضوعا، لانها ضد التعليم المسيحي. طيب نقف هنا سيدنا لفاصل سريع ونرجع نكمل مع نيافتك. اعزائي الجمهور نطلع نشوف فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نيافة الأنبا بشوي، ابقوا معنا. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومع نيافة الأنبا بشوي بنناقش في إنجيل يوحنا أقنوم الآب أو الثلاثة أقانيم، وكنا بدأنا بعناوين هل نحن نعبد ثلاثة آلهة، وكنا وقفنا على يوحنا 16 والآية اللي وراها سيدنا معانا من يوحنا 16 العدد من 8 إلى 11 بتقول: ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى برن وعلى دينونة، وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. هو بيتكلم عن الروح القدس، يعني هو عشان بس القراية تبقى مرتبطة باللي قبليها، بيقول لهم لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، الآية اللي قبلها على طول، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم، زي ما حضرتك قريت يعني، فذاك هنا مقصود بيها أقنوم الروح القدس. ذاك دي بتصير إلى شخصية، مش مجرد طاقة أو قدرة. ذاك ما تتقالش على طاقة، الطاقة اللي ممكن يقول تلك، لكن ذاك ده بيتكلم على شخصية أقنوم الروح القدس. بيقول بقى إذا لما يجي، أنا ذهبت أرسله إليكم، لما يجي اقرأ بقى ومتى جاء ذاك، اقرأ تاني العبارة، يبكت ومتى جاء ذاك، متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. مهم قوي في الآية دي، لأنه بيقول ذاهب إلى أبي، عشان كده جت الآية دي أبي. بس هو هنا مهم قوي أنه يبان الروح القدس لما هيجي هيعمل ايه. فزي ما قلنا ان احنا في ايات ذكر فيها الاب او ابي، لكن بتاخدنا ناحية الحديث عن الابن وعن الروح القدس، هدي من ضمن الامثلة بقى. يعني بيقول انه هيبكت العالم، الروح القدس هيبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة، عشان كده قال اللي يجدف على الروح القدس لن يغفر له، اللي يجدف على الابن ممكن يتغفر له، وشرحناها قبل كده فاكر لما قلنا ان الروح القدس هو اللي بيقود الانسان الى التوبة، هو اللي بيبكت، هو اللي بيفتح مخ الانسان عشان يآمن. فاللي يرفض عمل الروح القدس لا هيتوب ولا هيآمن ولا هيتصلح، لأنه ما عندوش حاجة تبكته. ما هو الروح القدس متميز في عمله، يعني الابن مثلا تجسد وتمم الفداء، ولما تجسد الروح القدس هو اللي كون الطبيعة البشرية اللي خدها من العذراء مريم، بدون ما العذراء تتجوز، والاب هو اللي ارسل الابن، وايضا ارسل الروح القدس عشان يهيئ جسد للابن او نسوت جسد وروح بشر. اللي عايز اقوله عمل الخلاص هو عمل الثالوث، الاب والابن والروح القدس، لكن كل واحد فيهم له دور في هذا العمل الواحد. يعني احنا دلوقتي في الحلقة دي حضرتك ليك دور وانا ليا دور، والمشاهدين لو اشتركوا في المناقشة ليهم دور. التلات فئات دي لكن في النهاية بتطلع حلقة واحدة،
مش معنى انه بنعمل عمل واحد ان كل واحد فينا يبقى دوره طبق الاصل زي التاني. التمايز في الدور لا يعني انفصال العمل. زي ايه؟ زي لو في مثلا عايزين يمثلوا تمثيلية الميلاد، فالعذراء جابوا واحدة تاخد دور العذراء، الطفل يسوع جابوا طفل ياخد دور الطفل يسوع، القديس يوسف خطيب العذراء جابوا واحد ياخد دور القديس يوسف. التمثيلية على بعضها في مدارس الأحد هتبقى اسمها تمثيلية الميلاد، ده عمل واحد. لكن جوه العمل الواحد كل واحد من التلاتة دول كان له دور، وإلا لو التلاتة بنات مش هينفع. يعني في تمايز لكن ما فيش انفصال في العمل، وحدة العمل. اهو الابن من ضمن اختصاصاته التجسد، هو اللي اتصلب، لا الاب اتصلب ولا روح القدس اتصلب. لكن لما قدم نفسه النار الالهية اللي اصعدت الذبيحة هو الروح القدس، واللي اشتم رائحة الرضا والسرور واستقبل الذبيحة هو الآب. يبقى الابن قدم نفسه للآب بالروح القدس. يعني كل واحد له دور على الصليب، بس مين اللي تسمر؟ الابن المتجسد. يبقى دور متمايز. هنا بقى دور الروح القدس هيجي يبكت العالم على بر وعلى خطية وعلى دينونة. طب ايه بقى؟ يبقى اول حاجة نفهمها في النقطة دي انه التبكيت اللي في داخل قلب الانسان وفكره وعقله وروحه ده عمل الروح القدس، دوره يعني قصدي في العمل. لكن بيقول يأخذ مما لي ويخبركم في انجيل يوحنا، المسيح بيقول كده يأخذ مما لي ويخبركم. يعني مش معناه بيبكت من عندياته كأنه كيان مستقل، لا، بيبكت الإنسان اللي بيخالف وصايا المسيح. فقال لهم هو هيبكت على ثلاث حاجات، خطية، على خطية وبر ودينونة، وعلى بر وعلى دينونة. على خطية بيقول سببها ايه؟ فلأنهم لا يؤمنون بي. ما هو اللي هيأمن بالمسيح هيتوب، فعدم الإيمان بالمسيح في حد ذاته خطية. طب ليه؟ لأنه بيحب الجسد، بيحب العالم. نفهم كده سيدنا الروح القدس هيبكت كل غير المؤمنين بالمسيح؟ نعم، الروح القدس هيبكت كل غير المؤمنين. طبعا، امال ايه؟ الروح القدس بيعمل في الخليقة، في البشرية كلها، كل البشرية الروح القدس بيشتغل فيها. وده المسيح هو بيقول يبكت العالم على خطية لأنهم لا يؤمنون به. يبقى دول اللي هم مش مؤمنين يبقى شغال فيهم. ها؟ ما هو واحد يقول ايه ربنا سايب الناس تهلك، لا، سايب الناس تهلك ده ايه؟ ده مش عاتق حد ابدا. والكلام المسيح ده يروح في الهوى كده يعني؟ يقول يبكت العالم على خطية، اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي. عشان كده لما ظهر لشاول الطرسوسي قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. الروح القدس بيبكتك يا شاول، مش أنت عمال تقتل المسيحيين؟ لكن المناخس دي اللي بتبقى في كعب الفارس ينخس الحصان في آخر بطنه عند الفخذ كده، ينخسه بكعب جزمته فالحصان يطلع يجري. ده الفرسان اللي هم بيطلعوا زي الطيارة بالحصان كده. فيقول له المناخس دي اللي شغالة عندك مش هتقدر، فوق لروحك يا شاول. فبيبكته. ولكن الروح القدس يبكت على جميع الخطايا.
ويبكت غير المؤمنين على خطية عدم الإيمان آه. ولكن يبكت المؤمنين على جميع خطاياهم. طب أنا لسه جاي لك ما هتيجي هي. بس هنط بقى حاجة عشان نخلص الجزئية دي. لا هنط حاجة. وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. هيبكت العالم على دينونة يعني إيه بقى؟ يعني هو بالصليب أعلنت محبة الله للبشرية. ها؟ تمام. وإذ جرد السلاطين أشهرهم جهارا في الصليب. فإذا كان الشيطان نفسه أصبح في موقف المدان يبقى أي واحد هيسمع كلام الشيطان يبقى هياخد فوق دماغه زي الشيطان، يعني هيقع تحت الدينونة حتى لو كان بيدعي أن هو مسيحي. فهو بيبكت. ولذلك لما الكنيسة بتحكم على حد في المجامع مثلا يقولوا ايه من فم الروح القدس، حتى مجمع أورشليم الأول قالوا قد رأى الروح القدس ونحن، قد رأى الروح القدس ونحن، وطلعوا القرارات بتاعت مجمع الرسل. فلما اتحرم أريوس في مجمع نيقيا بنقول من أفواه 318 الذين اجتمعوا بنيقيا في التحليل احنا فليكونوا محللين. طب وأريوس صار محروما من فم 318 الذين اجتمعوا بنيقيا، هو اسم المجمع 318. كان في اتنين متعاطفين معاه، بس ليه بنقول مش 316 نقول 318؟ لان ده اسم المجمع. يعني لو اتنين اتعاطفوا معاه اه، لكن المجمع في حقيقته هو اللي حكم عليه. فاللي حاصل دلوقتي احنا نطينا واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. هيبكت العالم على بر يعني ايه بقى؟ يعني المسيح قال انا هو نور العالم، ما دمت في العالم فأنا هو نور العالم، فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. فدلوقتي الروح القدس بيبكت أيضا على إنه كل البر الذي في المسيح إذا الإنسان لم ينتفع من هذا البر، مش هو ساب الدنيا الأرض وراح عند الآب، لكن كل ما فعله السيد المسيح الروح القدس بيبكت عليه. مش قال كده يا أبتا اغفر لهم؟ يبقى لما قال أحبوا أعداءكم هو قدم المثل، ولما قال ليس هناك حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه قدم المثل انه ضحى بنفسه عشان يفدي البشريه. يعني نقدر نقولها بطريقه تانية سيدنا ان الروح القدس هيبكت على عدم تنفيذ الوصيه او فعل الخير اللي المسيح اوصانا به، لان هو نفسه قدم المثال، هو المثل الاعلى، هو البار القدوس. فبر المسيح يجي الروح القدس يقول شفت البار. ولذلك عشان ندي مثل واضح كده بسرعة، بطرس الرسول في العظة بتاعته وهو بيبكت اليهود
ايوه في الاصحاح الثالث من سفر اعمال الرسل بيقول ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم ببكت اليهود وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه، ولكن انتم انكرتم القدوس البار، ايه البار، وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات. ده بقى بطرس بعد ما هو ويوحنا شافوا الرجل المفلوج اللي كان قاعد على باب الجميل في الهيكل وشوفي، فحصلت مناقشات، فبطرس ابتدى يتكلم وابتدى يقول لهم الكلام ده، لكن شوف العبارة، انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. شوف المهزلة، المهزلة لما بيلاطس قال لهم انا في العيد دايما لكم حد، وجاب لهم برباس على الشمال، طبعا اكيد منظره متشرد وحاجه يعني اخر تشبيه يعني، ها مجرم، مجرم قاتل قاتل. والسيد المسيح بعد ما اتجلد موقفه على اليمين قال لهم اطلق مين فيهم بمناسبه العيد؟ قالوا له عايزين برباس، اختاروا الشر. فبيقول الروح القدس هيبكت على بر، على بر، لانكم انتوا اخترتوا الاجرام والشر والخطيه ورفضتوا القداسه والبر. اه العباره واضحه جدا، انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل، وعشان كده بيقول لهم هيبكت على بر لاني انا ذاهب الى ابي. بس اختيارهم برباز ده مش ممكن نعتبره ان هو تبكيت على خطيه مش على بر، هو التبكيت على البر اللي انا فاهمه، اذا كنت فاهم صح من يافتك، ان هو لا ما لما يقولوا اسلوبه على البر القدوس يبقى ده البر بتاعه ما يبكتهمش، ازاي يختاروا المجرم ويطلقه ويحكمه على البريء البار القدوس ازاي؟ فبيقول لهم انتوا رفضتوا حياة البر واخترتم حياة الاجرام، فالروح القدس هيبكت على الاجرام اللي انتوا بتحبوه وعلى البر اللي انتوا شفتوه فيا ورفضتوه. المهم في الموضوع كله هنا ان الروح القدس مش هيعتق حد، حدش له حجة، مش هيعتق حد، يعني محدش هينفع يقول ما قالوليش، محدش قال لي، لا 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 لا، ما ده سبق حضرتك سألتنا في حلقات سابقة على الموضوع ده. طيب نتنيل سريعا يا سيدنا، ايوه للآية اللي وراها من يوحنا 16 لعدد 15 و 17، كل ما الآب هو لي لهذا قلت انه يأخذ مما لي ويخبركم، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الاب. انا عايز الاول اشوف الحته اللي بيقول كل ما للاب هو لي، مش كده هي بدايه القرايه؟ ايه كل ما للاب هو لي لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم، لان هو كان بيقول عن الروح القدس متى جاء روح الحق قبليها فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. يعني هو بيشهد للمسيح
الروح القدس مش ما عندوش فكر خاص غير تعاليم المسيح. فلو في روح قدس، قصدي يعني حد ادعى ان هو الروح القدس او انه بيتكلم بالروح القدس وتكلم ضد المسيح، يبقى مش هينطبق عليه الكلام ده، لانه بيقول ايه؟ لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بمرأتية ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي واخبركم. الروح القدس مش اقل من الابن بسبب العباره دي، زي ما مقدونيوس قال اللي حرمته الكنيسه 381 في مجمع القسطنطينيه المسكوني مجمع الثاني. لكن هو بيقول انه مش هيعلم تعليم غريب او جديد، ها؟ ولذلك يقول لا تقبلوا كل روح يا اخوتي، بل امتحنوا الارواح هل هي من الله. مش اي ريح تعليم كده الواحد ينجرف معاه. الحتة هنا بقى كل ما للاب هو لي، دي هي اهم حتة في الاية اللي احنا قريناها دلوقتي، وبعدين الكمالة بعد كده. يعني ايه كل ما هو للاب هو لي؟ ممكن نقول انه كل ما يملكه الاب يملكه الاب، يعني ملكوت الاب هو ملكوت الاب. ولذلك لما يقول بولس الرسول عن المسيح بيكلم على الاب، فبيقول ملكوت ابن محبته، بيكلم على الاب فيقول ملكوت ابن محبته. يعني ملكوت ابنه اللي هو بيحبه هو هيودينا فيه، بيقول يعني هيودينا في ملكوت ابن محبته. وفي نفس الوقت يتقال في حتة تانية انه ده ملكوت الاب او ملكوت الله. ما هو هو ملكوت الاب هو ملكوت الابن، يعني كل الملكية. فهو قال للاب في الاصحاح 17 عن التلاميذ كانوا لك واعطيتهم لي. كانوا لك يعني ايه؟ يعني انت خلقتهم وبعدين سقطوا في العصيان، فانا جيت اشتريتهم بدمي وحررتهم من الهلاك الابدي. فلان بقى انا اشتريتهم فبقوا بتوعي. مش اللي اشتري حاجه تبقى بتاعته، ولكن قال له وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي. كل اللي ليا ملكك وكل اللي ملكك ليا، لان مفيش انفصال في الجوهر، لكن في تمايز في الدور. ها؟ تمام. فبيقول له انت خلقتهم بيا، ما خلق الاب العالم بكلماته وروحه، فهم طبعا يعتبروا ملكك، بس برضو ما هو ملكي. بس هو ما قالش كده، قال له كانوا لك واعطيتهم لي وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي. وهنا بقى الواحد يعوم في محبة الثالوث ويسبح كده بقى يعني. لكن العبارة هنا كل ما للاب هو لي عايزة حرص، لان في ناس قالوا ان الروح القدس منبثق من الاب والابن اتكالا على هذه العباره. بيقولوا ما دام الروح القدس منبثق من الاب والابن بيقول كل ما هو للاب فهو لي، فيبقى برضه منبثق من الابن. الرد على كده بسيط جدا، طب ما هو الاب ولد الابن، فاذا كانت كمان ولادته للابن لازم تبقى للابن، يبقى لازم الابن يولد نفسه. كل ما هو للاب فهو لي، دي تعني مش الخصائص الاقنوميه اللي بيتميز كل اقنوم عن التاني. الاب له الابوه وليست للابن ولا للروح القدس في العلاقات الثالوثيه، لكن معانا احنا طبعا يدعى اسمه ابا ابدين رئيس السلام، يعني الثالوث بالنسبه لنا له ابوه. لكن بتكلم في علاقات الاقانيم في الثالوث، الاب فقط
له الأبوة، واحد هو الآب القدوس. الابن فقط له البنوة، يعني الروح القدس مش مولود منبثق، والابن مش منبثق لكن مولود، والآب لا مولود ولا منبثق لكن والد وباثق. فجم بقى قالوا ايه؟ قالوا لا احنا عايزين نرقي الابن شوية، فنقول بيقاوموا الاريوسيين اللي في اسبانيا في القرن السادس الميلادي، ناس هناك في اسبانيا. فقالوا لهم الابن مش مساوي للاب. ليه يا جماعة؟ قالوا لهم عشان الروح القدس منبثق من الاب فقط، منبثق من الاب فقط. فقالوا لهم خلاص بسيطة، يبقى منبثق من الاب والابن. هي ايه بقى؟ شيش؟ لا، الصفات الأقنومية شرحناها قبل كده انها تميز كل أقنوم، لكن الجوهر الإلهي لما جبنا المثلث الذهب قلنا كل الجوهر الإلهي هو في الأب، وكل الجوهر الإلهي هو في الابن على مثال المثلث الذهب، وكل جوهر الإلهي هو في الروح القدس. يبقى لما يقول له كل ما هو من الأب فهو ليه، بيكلم على الجوهر الإلهي. وكمان حاجة تانية بيتكلم على القدرات، يعني قدرة واحدة للثالوث، يعني ما فيش حاجة في قدرة الآب ما هيش في قدرة الابن أو الروح القدس، مفيش تفوق في قدرات لأحد الأقانيم، وإلا يبقى في انفصال. لكن التمايز الأقنومي، طب ما هو اللهب بيولد نور ويشع حرارة، لكن الحرارة مش بتشع من النور، بتشع من اللهب اللي هو الأصل. أيوة، اللهب بنوره وحرارته نار واحدة، لكن مع ذلك ما أقدرش أقول إن الحرارة منبثقة من النور، هي منبثقة من اللهب. كفاية كده. تمام كده يا سيد. نشكر نيابتك على التوضيح بالأمثلة السهلة اللي تقرب المعنى. ولكن قبل ما اختم حلقتي باسمي وباسم القناة وباسم السادة الحاضرين معانا، بنقدم تهنئة لنيافتك بعيد رسامة نيافتك 41، كان يوم 24/9. ربنا يديم حياتك لشعبك والمحبين. رسمتي أسقف. أسقف 41 سنة. وعندنا دير القديسة دميانة في 41 قديسة، يعني ده بيتوافق مع ال 41 قديسة. طب السنة الجاية هنعمل ايه؟ مش هنعرف نزود القديسات بتوع الست دي؟ لا، ما انا هقول لك. انا قصدي اقول ان احنا لما بنذكر العام ال 41 ما يفوتش علينا ان احنا بنقول 41 كليريسون ونطلب مراحم ربنا. فالارتباط بتاع المناسبة بتسمع، لكن لما تيجي في وقت تاني ممكن تبقى ترتبط بأشياء أخرى. يعني مثلا لما يكون الواحد بيكلم عن العام 12 ممكن يقول إن ساعات النهار 12 ياريت كانت الأعوام دي كانت تبقى كلها منيرة مثلا، وهكذا. يعني ربنا يطول لنا. انت شايل هم ان احنا نحتاس بعد كده؟ لا، احنا مش هنلاقي قديسات. لا، اهلنا على حاجه تانية. ربنا يطول لنا في عمر نيافتك سيدنا، دايما نتعلم يعني بتعليم نيافتك. شكرا ليك نيافه الانبا بشوي مطران دمياط وقفر الشيخ ورئيس دير القديسه دميانه بالبراري. شكرا ليك يا سيد. شكرا استاذ هاني. شكرا ليكم اعزائي الحضور، وان شاء الله معادنا برضو يوم الجمعه الجايه هيبقى الساعه 1:30 لغايه لما مواعيد الحظر تتعدل ونقدر نرجع لمعادنا الاصلي من الساعه 6 ل 7. نشوفكم على خير الاسبوع الجاي اعزائي المشاهدين. نستناكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحوار مفتوح.